يعني ايه المشروعات السكنية اللي هيتم اقامتها؟ المخطط ده الشازر ده منطقة وعلى مراحل ولا ايه؟ اتفضل. منطقة التجمع الواحد مرحلة واحدة، التجمع ده عبارة من 100 ل 150 بيت، تمام، ومعاه من 500 ل 1000 فدان موجود الابار بتاعتهم اللي هي هتروي الفدادين، ده هي معاه منطقة منحل، معاه منطقة